الرئيس السيسي يهنئ هيئة الشرطة بمناسبة عيدها 72 ويؤكد على دورها المحوري في الحفاظ على أمن البلاد. قوات الاحتلال تستهدف مجمع ناصرة طبية ومدرسة تأوي نازحين في خان يونس، وبلينكن يجدد دعوته لإسرائيل لحماية المدنيين. العدل الدولي تصدر قرارا الجمعة بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة على إسرائيل على خلفية اتهام بالإبادة الجماعية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف. وخلال كلمته في احتفالية ذكرى 72 لعيد الشرطة، أضاف الرئيس السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة، وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا. نحتفل اليوم بالذكرى 72 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، ويقدموا حياتهم ثمناً غالياً من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكاً منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. إن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاماً تحول لطاقة تحدي تسري في قلب هذا الوطن لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الإسماعيلية محركاً لدوافع الكرامة الوطنية، فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف، شرف الوطن وبطولاته. فيها تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعاً مسؤولية كبرى بأن نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحياتهم بتضحية، وأن نحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في أن مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها. وجدد الرئيس السيسي التهنئة لهيئة الشرطة مشيرا إلى دورها المحوري في الحفاظ على أمن البلاد. إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساساً متيناً يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهنة. ودعوني أقول لكم بكل الصدق إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالاً من الصعاب والمخاطر، وأنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها علينا جميعاً ستبقى شرفاً يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له. أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية
بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الذمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم. وختاماً، وإذ أجدد التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة في يوم عيدها، وأشيد بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، وأؤكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكانياتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة الذي يذكرنا بأمجاد وبطولات رجالها. كما وجهت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التحية لأمهات الشهداء التي قدمن أغلى ما لديهن ليحيى الوطن في أمن وأمان. وللمزيد معنا عبر الهاتف دكتورة سولينا سامي، أرملة الشهيد رائد طارق جميل محروس عطلة أحد أبطال الشرطة المكرمين خلال الاحتفال بعيد الشرطة 72. في البداية دكتورة سولينا، كل التحية للبطل الشهيد. صفي لنا شعورك بعد تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس اسم الشهيد البطل. يعني هي حاجة نفتخر بيها كلنا، شرف لينا كلنا، ويعني كلنا فرحورين بيه. يعني هو عمل حاجة، هو كان نفسه دايما ان ابنه يبقى فخور بيه، هو عمل حاجة خلت ابنه والبلد كلها تبقى فخورة بيه، مش هو ابنه بس. صحيح صحيح. يعني اهتمام ايضا وزارة الداخلية بأبنائها من الأبطال والشهداء، كلميني أكثر عن هذا الأمر. لا للأمانة وزارة الداخلية من أول يوم الاستشهاد وهم لحظة بلحظة معانا، دايما بيلحوا علينا اي حاجه محتاجينها نبلغهم، ومش بيأثروا في اي حاجه للامانه. يعني اخيرا دكتوره سولينا، لو هتوجهي كلمه لرجال الشرطه في عيدهم هتقولي لهم ايه؟ هقول لهم الحمل عليهم تقيل، وربنا يعينهم وربنا معاهم دايما. يعني صحيح، يعني ربنا يقويهم ومعاهم، وربنا يحرسهم يا رب، ويرجعوا لبيوتهم دايما سالمين. كل الشكر لك دكتورة سولينا سامي، والتحية لاسم الشهيد البطل رائد طارق جميل محروس عطلة أحد أبطال الشرطة، شكرا لك. إنما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحدي تسري في قلب هذا الوطن، تعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4187 نزيلاً، ذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة. في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة، والذي يعد التوسع بالإفراج بالعفو أحد أهم محاورها، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4187 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 1 لعام 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72. دلوقتي ننسى اللي كان، وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل، وهرد للبلد الجميل. الإفراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تم بعد فحص ملفاتهم من قبل لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية للتأكد من توافر شروط العفو، وفي أجواء احتفالية
بدأ تنفيذ القرار الجمهوري بالإفراج عنهم. نشكر الرئيس على عفو 25 يناير وإن شاء الله تبقى بداية جديدة لينا. أنا فرحان بالعفو اللي ربنا كرمنا فيه وكرم من عند ربنا، ومبسوط إن أنا أروح لعيالي وربنا يخلينا الرئيس. فرحانة قوي النهاردة، اتفاجئت إن ندموا عليا بالعفو، الحمد لله. بشكر سيادة الرئيس، بشكره قوي 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 على الحاجات الجميلة اللي عملها، حاجات كويسة لينا جدا. العفو ده النهاردة إن هو رجعنا لبيوتنا ورجعنا لأهالينا وأولادنا تاني، دي حاجة جميلة قوي قوي. العفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هو فرصة لمن تنطبق عليهم شروط العفو لبداية حياة جديدة، خاصة مع ما توفره هذه المراكز من برامج إصلاحية وتأهيلية متطورة تسهم في تقويم سلوكياتهم وإكسابهم حرفة مناسبة، مع توفير رعاية صحية واجتماعية وتعليمية تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية. أنا فرحان إن أنا يعني الحمد لله ربنا كرمني في العفو دوت، وبأمر الله هبدأ بداية جديدة. إحنا اتعلمنا هنا حاجات حلوة وهنطلع نعمل بيها بره إن شاء الله. مبسوطين بالعفو الرئاسي الحمد لله، ومبسوطين جدا والحمد لله يا فندم. إحنا اتعلمنا هنا برضو، اتعلمنا مهنة الحمد لله، ناكل منها عيش، مهنة شريفة الحمد لله يعني على كل حال. اتعلمت حرفة المخبز، إن أنا عجان بعجن بعمل عيش، ودي صنعة أقدر آكل منها عيش في الشارع. بشكر الرئيس على العفو عشان هرجع لعيالي وابدا حياه جديده. دلوقتي ننسى اللي كان، وبكره مليان بالامان. بالصنعه دي هقدر اعيش، هقدر على الحمل التقيل. امتزجت فرحه المفرج عنهم مع فرحه ذويهم الذين استقبلوهم امام مراكز الاصلاح والتاهيل، حيث وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية على هذا العفو الذي أتاح لهم فرصة جديدة للحياة. أنا فرحانة إن ابني طالع النهاردة وعد يوم عيد وياد اليوم الهني، وبشكر سيادة الرئيس وبشكركم كلكم، وإنتم نورتوا مصر كلها وكل سنة وانتم طيبين. ما كنتش متوقع إن هو يخرج بصراحة. اللهم لك الحمد وألف شكر يا رب، وربنا يفرح الجميع زينا. يا رب خليك يا ريس ويصلح حالك ويعليك، اللي انت طلعت لنا عيالنا النهارده يا رب يا رب. احنا بنحب الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا، وعلى العفو الرئاسي اللي عمله لنا النهارده، وبنهنيه على ايد الشرطه. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو طلع ابننا في العفو ويعيش السيسي. نقلة نوعية وإنسانية أحدثتها مراكز الإصلاح والتأهيل في الإصلاح والرعاية المقدمة للنزلاء، وهو ما ينعكس على سلوك المفرج عنهم، فهم على استعداد تام للاندماج في المجتمع والبداية من جديد. حياة جديدة للمفرج عنهم أتاحها القرار الرئاسي بالإفراج بالعفو عنهم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية، فهم على أتم الاستعداد للاندماج في المجتمع، معتمدين على ما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تطبق فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووفقا للبرامج الإصلاحية والتأهيلية المتطورة التي تراعي هذه المعايير، إضافة إلى المعايير الوطنية في مجال حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قامت وزارة الداخلية بتوزيع الورود والهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولدها أبطال وتاريخهم مليان. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمة وتضحية، أبطال وبتوفي الوعد، كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنسند بعض. تحتفل مصر بعيد الشرطة 72، والذي يجسد قيم التضحية والفداء وتلاحم الشرطة مع الشعب لحماية أمنه وترابه واستقلاله. ولأنه عيد لكل المصريين، فقد حرص رجال الشرطة على اصطحاب طلبة عدد من المدارس في حافلة مكشوفة تجوب شوارع وميادين القاهرة، تنثر الفرح والبهجة احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة. أنا سوري بقالي 11 سنة في البلد دي، فضلته على راسنا في الأمن والأمان وكل حاجة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بشكركم جدا على مدى السنين اللي فاتت كلها، وانتوا واقفين في ظهر الشعب وبتحافظوا على الأمن والأمان. واللي بيسهر وبيحميها الناس بتنام هو عنيها، ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده. ما
مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة تضمنت نزول رجال الشرطة بأنحاء الوطن إلى الشوارع والميادين للاحتفال مع المواطنين بهذا الحدث الوطني الذي يعد علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث. تهنئة متبادلة بين المواطنين ورجال الشرطة الذين أهدوهم ورودا وهدايا بهذه المناسبة الخالدة في الذاكرة الوطنية، مع كلمات الشكر التي تعكس التقدير الكبير للدور الوطني للشرطة المصرية عبر العصور في إرساء دعائم الأمن والاستقرار. وإحنا مبسوطين بالأمن والأمان اللي إحنا رجعنا فيه، ووجودكم في الشارع أكبر رسالة للأمن والأمان اللي إحنا وصلنا له. شكرا ليكم على الأمان اللي إحنا شايفينه في المحافظة. رسالة حضرتك خير. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبتسند بعض. الله المصريين لما يحبوها بجد بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال والضيوف الوعد. لوحة وطنية تشهدها الشوارع والميادين احتفالا بعيد الشرطة تزينها الفرحة الكبيرة على وجوه الجميع بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي يأتي الاحتفال بها كل عام ليذكر الجميع بمدى التلاحم الوطني بين الشرطة والشعب المصري العظيم. تحيا مصر وتحيا الشرطة المصرية، وكل سنة هم طيبين ومصر كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نسألهم طيبين جميعا على المجهود المبذول ده، وحاجة يعني مفيش بعد كده والله. ربنا يوفقه دايما ونبقى في حمى الله وحماكم. حبيبنا رئيسنا السيسي، احنا بنقول لك كل الشكر وكل التقدير وكل الحب. نظمت محافظة شمال سيناء احتفالية فنية بمناسبة العيد 72 للشرطة للتأكيد على دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والتضحيات التي قدموها خاصة على أرض الفيروز والتي عادت لها الحياة من جديد. وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي يحكي ويجسد بطولات رجال الشرطة خلال الفترة الماضية، بالإضافة لبعض الفقرات الفنية التي تنقل صورة التراث السيناوي والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتكريم عدد من أسر الشهداء تقديرا للدور الكبير لرجال الشرطة في استعادة الأمن والأمان والخدمات التي يقدمونها. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. أظافرنا إن شاء الله غير نطلعهم من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر توصل الغارات على أنحاء قطاع غزة لليوم 11 بعد المئة من العدوان الإسرائيلي، حيث استهدفت قوات الاحتلال حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة وأطلق قذائف مدفعية ورصاصا بشكل كثيف صوب الذين يقومون بانتظار شاحنات المساعدات. كما استهدف الاحتلال بخان يونس مجمع ناصر الطبي ومدرسة تأوي نازحين، وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا القطاع إلى 25700 شهيد وقرابة 64000 مصاب، فضلا عن نحو 8000 مفقود تحت أنقاض المنازل المهدمة. لا مكان آمنا في القطاع، شهيد يسقط مع كل دقيقة تمر على القطاع الأعزل، مجاعة وقصف مستمر، هذا هو ما يعانيه قطاع غزة مع دخول العدوان الإسرائيلي عليه يومه 11 بعد المئة،
الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يكثف غاراته الوحشية على القطاع بأكمله وعلى وجه التحديد جنوبي قطاع غزة، في ظل كثرة النازحين في مناطق حدد جيش الاحتلال مسبقا أنها آمنة، لكنه عاد واستهدفها بشكل ممنهج. حملة القصف العشوائي في مدينة خان يونس طالت مراكز النازحين مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء، بالتزامن مع معارك برية تقترب من المشافي القليلة المتبقية لخدمة عشرات الآلاف من الجرحى الذين يخضعون لظروف لا يمكن تصورها في سبيل الحصول على العلاج، وكثير منهم لا يصل إليه أبدا. وكأن سيناريو مستشفى المعمداني سيتكرر، فالمعارك البرية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تحتدم في محيط مستشفى ناصر الطبي أحد أكبر مشافي المدينة. أما مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي قرابة 2 مليون نازح من القطاع، فقد قام طيران الاحتلال بقصف شقة سكنية بحي تل السلطان غربي المدينة مخلفا شهداء ومصابين. ليس هذا فحسب، بل أصابت قذيفة دبابة إسرائيلية مبنى تابعا لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة يؤوي 10,000 نازح في جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. مثير للقلق على نحو لا يصدق، هذا هو وصف الولايات المتحدة للكارثة دون أن يبدو منها موقف جاد حتى الآن من العدوان المستمر الذي أسقط أكثر من 25,000 شهيد وأصاب أكثر من 60,000 شخص، ناهيك عن المجاعة والإبادة الجماعية التي يواجهها القطاع في ظل قلة المساعدات، حيث تعرقل إسرائيل إجراءات إدخالها لاستخدام سلاح التجويع ضد أهالي القطاع. يشهد قطاع غزة ندرة في الاحتياجات الأساسية، والتي إن وجدت فإنها لا تكفي. وأثناء توزيع المساعدات في مدينة غزة يستمر الاحتلال الإسرائيلي في قصف وإطلاق النار، وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 20 فلسطينيا و150 مصابا نتيجة للقصف على الأهالي أثناء انتظار استلام المساعدات. هذه أصوات إطلاق النار، وهذه هي المشاهد، هذه المشاهد لإطلاق النار على المواطنين أثناء استلامهم للمساعدات الإنسانية على مفطر الكويت. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله استشهاد الشاب الفلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بير الباشا جنوبية جنين. وأوضحت وكالة وفا الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية وداهمت منزله بعد محاصرته واقتلته من مسافة صفر بوابل من الرصاص. أفاد حزب الله اللبناني بأن مقاوميه استهدفوا بالصواريخ موقع جل العلام العسكري جنوبي لبنان بعد دقائق من إعلان الحزب عن استهداف مواقع رادار تابع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبع اللبنانية المحتلة. وأضاف حزب الله أن مقاومي حققوا إصابات مباشرة، وقد تم ذلك بعدما حلق طيران الاحتلال الاستطلاعي فوق قرى القطعين الغربية والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور في الجنوب اللبناني. جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعوته لإسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين بعد القصف الذي طال ملجأ للأمم المتحدة في غزة وأدانته واشنطن. وطال قصف مدفعي ملجأ تابع للأمم المتحدة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا، وأضاف أنهم جددوا تأكيد ذلك لحكومة إسرائيل وأنهم يحققون في هذا الحادث كما يجب وكما هو مناسب، من دون أن يشير إلى مستوى المحادثات التي جرت مع الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن.
We want this war to end as soon as possible. أيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي بيانا أكد مجددا دعم الولايات المتحدة لحل دولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وسند 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ تعديلا يدعم حلا تفاوضيا للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، بما يضمن بقاء إسرائيل ويلبي التطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم. ذكر بيان أن قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم الجمعة بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب إفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة. وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها يوم 26 من شهر يناير. ورجح مسؤولون في جنوب أفريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة. تجمعت مجموعة من الإسرائيليين عند معبر كرم أبو سالم للاحتجاج على إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتظهر بيانات وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة أن أقل من 200 شاحنة تدخل غزة يومياً. تفقد محافظ شمال سيناء محمد شوشة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في عمارات السبيل، وهي الوحدات السكنية التي خصصتها المحافظة للمصابين والجرحى ومرافقهم والعالقين. كما تم تفقد الخدمات الإنسانية والنفسية التي تقدم لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصرية وتعهد بتوفير كل الخدمات التي يحتاجونها. جاهزية العمارة رقم 37 كبداية لاستقبال الإخوة الفلسطينيين العالقين داخل محافظة شمال سيناء، وبالفعل تم تسكينهم وإنشاء مطبخ لتقديم الوجبات على مدار الساعة. عندنا الأول عمارتين في السبيل 37 و39 بإجمالي 320 فلسطيني من مختلف الأعمار، مصابين، مرضى، عالقين. فيصبح عندنا أربع عمارات بست، العمارة ست أدوار، الدور أربع أشواق بإجمالي 96 شقة. بنوفر عيادة طبية للكشف بشكل دائم يومي، وبنوفر من خلالها الأدوية لتفادي أي مشاكل تحصل لهم، وبنوفر زي حضانة ومكان للحماية وتقديم الدعم النفسي للأطفال الفلسطينيين الموجودين. حقيقة دور مصر العظيم وفخامة الرئيس وتعليماته من بداية الأحداث وتأكيده على دور الهلال الأحمر الفلسطيني كان واضح جدا. كل الدعم ما بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني على مدار 40 و50 عام يتجلى في كل، للأسف في كل أزمة وفي كل كارثة لم تتوانى مصر، لا حكومة ولا شعب ولا مؤسسات، عن دعمها المتواصل لشعبنا الفلسطيني. نتوقع كل الدول العربية يعني تتنافس مع مصر، مش بس يعني ليبيا عشان هي أقرب حتة ليها، لا بالعكس كل الدول العربية عايزينها تتنافس. احنا شايفين شغل كبير، يعني انا بقالي 30 سنة شغال في العمل الإنساني، اول مرة الاقي ناس مهجرين او مصابين من حرب في شقة. بداية أنا لما انطلقت من قطاع غزة للعلاج في الخارج ما كنت أعرف أن أنا نازل جمهورية مصر العربية أو أي دولة تانية، كنا أنه على أساس تحويلة للخارج للعلاج.
طبعا بنتي فقدت عينها، هي بنت أختي يعني بنت سلفي كمان، أنا مرت عمها كمان فقدت عينها، وانطلقت مباشرة بلغوني أن أنت لازم تسافري إلى العلاج. مجرد وصلت العبور المصري المعبر المصري، الحمد لله رب العالمين، طاقم للأمانة يشكر على جميع الخدمات. استلم الهلال الأحمر المصري شحنة المساعدات الإنسانية القادمة من دولة الكويت بميناء سفاج البحري والمتوجهة إلى أهل غزة. وتحتوي الشحنة على 21 شاحنة محملة بخيام وبطاطين وملابس وغذاء، وتم خروج الشاحنات الخاصة بالمساعدات من ميناء سفاج البحري بعد إنهاء كافة الإجراءات والتصاريح الأمنية اللازمة وتوجهت في طريقها إلى ميناء رفح البري. السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. قوات الحوثي تهدد باستمرار استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل حتى السماح بوصول المساعدات لقطاع غزة. بحثت هيئة قناة السويس مع منظمة بحرية دولية تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر. وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الملاحة بالقناة مستمرة ولم تتوقف رغم التحديات المختلفة، مضيفا أن الهيئة تستمر في التواصل مع العملاء ودعمهم بتقديم خدمات جديدة لم تقدم من قبل. من جهتها شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أن المنظمة تدعم حرية الملاحة وتدعو إلى التهدئة في منطقة البحر الأحمر، كما أنها تعمل على تقديم الدعم الكامل لقناة السويس، مشيرة إلى أن الملاحة بقناة السويس ما زالت مفتوحة أمام الجميع، لا سيما في ظل التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجهها السفن التي تلجأ للالتفاف حول طريق رأس رجاء الصالح. أكدت قوات الحوثي اليمنية أن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيستمر حتى وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة. وأضافت قوات الحوثي أن اليمن سيواصل عملياته حتى وصول الغذاء والدواء إلى سكان القطاع، وحذيرا من أن التصعيد الأمريكي والبريطاني مؤخرا ستكون له نتائج عكسية. أفادت صحيفة وول ستريت بتحويل مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة BHB مسار جميع شحناتها تقريبا من آسيا إلى أوروبا بعيدا عن البحر الأحمر. يأتي ذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة على خلفية استهداف قوات الحوثي للسفن التجارية الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل. في السياق ذاته أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية مواصلتها مراقبة وتقييم الوضع في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي، مؤكدة تطبيقها التدابير والممارسات الاحترازية المتبعة عالميا في حماية وسلامة أسطولها. يحاول الاقتصاد الأوروبي الذي يقف على حافة الركود البحث عن حلول لتفادي أي أزمة قد تؤثر عليه. يأتي ذلك بعدما أدت الهجمات الحوثية على سفن في البحر الأحمر منذ أسابيع إلى تعطل حركة الشحن. بعدما أدت الهجمات على سفن في البحر الأحمر منذ أسابيع إلى تعطل حركة الشحن، يحاول الاقتصاد في أوروبا البحث عن حلول لتفادي أي أزمة قد تؤثر على الاقتصاد الذي يقف على حافة الركود. الاضطرابات طويلة الأمد للتجارة عبر البحر الأحمر قد تدفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن بعض العوامل بدأ يأخذها صناع السياسات في الاعتبار عند تقييمهم لآثار الاضطرابات. فعلى مستوى الاقتصاد الكلي التأثير طفيف وبعضه لا يذكر، حيث قالت وزارة الاقتصاد الألمانية الأسبوع الماضي إن التأثير الوحيد الملحوظ على الإنتاج حتى الآن تمثل في حالات قليلة من تأخر التسليم، بينما تتفق تعليقات لرئيس بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي مع ما ذكرته ألمانيا،
حيث قال في جلسة استماع في البرلمان إن الأمر لم يكن له في الواقع تأثير. وبالنظر لأسعار النفط على سبيل المثال، فهي السبيل الأوضح القادر على نقل مشكلات الشرق الأوسط إلى الاقتصادات في أوروبا وخارجها، لكن التأثير لم ينتقل عبرها بعد، لأنه كما قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الإمدادات قوية ولكن الطلب يتباطأ. الصورة الاقتصادية الضعيفة تجعل من الصعب على الشركات تحميل المستهلكين أي كلفة أعلى، والتي قد تأتي على سبيل المثال من الاضطرار إلى تحويل مسار الشحن والالتفاف حول أفريقيا. فقد راكمت شركات كثيرة هوامش أرباح في العام الماضي وتتقبل احتمال الاضطرار ببساطة إلى السحب من هذه الهوامش. تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية والعراق بدء محادثات ترمي لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وفي سياق متصل، ذكرت مجلة فارين بوليسي الأمريكية أن واشنطن تخطط أيضا للانسحاب من سوريا، حيث تعيد الإدارة الأمريكية النظر في أولوياتها العسكرية في المنطقة. في رسالة أمريكية إلى العراق، تكشفت ملامح إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، وهي خطوة في عملية تعثرت بسبب الحرب في قطاع غزة. واشنطن وبغداد بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري. تلك كانت فحوى الرسالة التي سلمتها السفيرة الأمريكية بالعراق ألينا رومانوسكي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. الولايات المتحدة نقلت إلى الحكومة العراقية استعدادها لبدء المحادثات التي قد تستغرق عدة أشهر. وبدورها ذكرت الخارجية العراقية أنه جرى تسلم رسالة مهمة وأن رئيس الوزراء سيدرسها بعناية. وإلى جانب قوات التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، يوجد 2500 عسكري أمريكي، ويتعرض وجود تلك المهمة في العراق لضغوط متزايدة، خاصة بعد أن شهد العراق تصاعدا في الهجمات المتبادلة بين فصائل مسلحة والقوات الأمريكية منذ اندلاع العدوان على غزة. وحمل العنف المتصاعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الدعوة إلى سرعة خروج قوات التحالف عبر المفاوضات، وهي عملية كانت على وشك الانطلاق منذ العام الماضي، لكن الحرب في غزة أدت إلى تعثرها. غزة كانت أيضا رقما في معادلة تغيير أولويات واشنطن في المنطقة، حيث ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من سوريا. وبينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالمغادرة، قالت أربعة مصادر داخل وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين إن البيت الأبيض لم يعد مهتما بمواصلة المهمة التي يرى أنها غير ضرورية. وأوردت الصحيفة أنه يجب أن يكون هناك قلق كبير من أن الأحداث في الشرق الأوسط قد تنطوي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من سوريا. استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وفي أعقاب اللقاء أكد أبو الغيط أنه سيتم البدء في عملية الأعداد المشتركة بين الأمانة العامة ومملكة البحرين للقمة العربية العادية المقبلة المقرر عقدها بالبحرين في 16 من شهر مايو المقبل. كما أوضح أبو الغيط أن اللقاء مع ملك البحرين كان ثريا وتطرق إلى مجمل الأوضاع العربية وخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة وتأثيراتها الإقليمية. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بناء على طلب موسكو التي تتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة عسكرية روسية وقتل جميع ركابها، وبينهم أسرى حرب أوكرانيون كانت موسكو تنقلهم بهدف تبادلهم. وقالت موسكو إن 74 شخصا بينهم 65 أسير حرب أوكرانيا لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة نقل عسكرية بصواريخ أكدت أنها أوكرانية في منطقة بلغرود قرب الحدود مع أوكرانيا. من جهته دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إجراء تحقيق دولي في سقوط الطائرة العسكرية الروسية.
قال مصدر أوكراني إن بلاده استهدفت مصفاة نفط روسية في بلدة وابسا بطائرات مسيرة في عملية تابعة لجهاز الأمن الأوكراني. وقال المصدر إن جهاز الأمن الأوكراني يواجه ضربات في عمق روسيا ويواصل هجماته على منشآت ليست مهمة للاقتصاد الروسي فحسب، بل تزود أيضا قوات العدوى بالوقود. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتحضير للحرب مع كوريا الشمالية. وخلال مؤتمر صحفي أضاف لافروف أن التكتل العسكري الجديد الذي شكلته الولايات المتحدة الأمريكية يعمل على تعزيز النشاط العسكري وإجراء تدريبات واسعة النطاق في المنطقة، لافتا إلى أن تطوير التعاون بين الدول الثلاث يشمل مسألة الأسلحة النووية. من جانبها وصفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدريباتها العسكرية المشتركة بأنها دفاعية بطبيعتها وضرورية لمواجهة التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية. يواصل معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 55 فتح أبوابه للجمهور بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياتها حتى 6 من فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. نظمت دار الأوبرا المصرية احتفالية غنائية استعراضية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72 وثورة 25 من يناير. هذا واستعرض الاحتفال فيلما وثائقيا عن معركة الإسماعيلية لعام 1952 للتذكير بالدماء الزكية التي أريقت للدفاع عن أرض الوطن. أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تابع لدار الأوبرا المصرية متعودين كل سنة في عيد الشرطة بنعمل حفل كل فقراته الغنائية أغاني وطنية. بصراحة العرض كان جميل جدا والناس كلها كانت مبسوطة ومتفاعلة، يعني فالحمد لله إن كلهم خرجوا مبسوطين وإحنا نفسنا كنا بنغني وإحنا مبسوطين. إحنا جهزنا العرض قول مثلا من شهر، ابتدينا أول بروفة، بعد كده يعني عملنا بروفات اكتر عن الاول عشان خاطر طبعا تجهيزات الحفله تبقى على يعني شكل جميل جدا. فالحفله دي حفله مهمه جدا، مناسبه يعني بنستناها من السنه للسنه علشان خاطر نقول شكرا للشرطه ووزاره الداخليه وكده.
شهدت مكتبة القاهرة الكبرى فعاليات حفل إطلاق ثلاثية حدوتة على الماشي للكاتبة الدكتورة لميس جابر. وكتبت لميس في ثلاثيتها عن أعماق التاريخ المصري لاكتشاف القصص والحكايات التي شكلت الهوية الثقافية. وتلقي لميس في الجزء الأول من ثلاثيتها الضوء على مجموعة من الشخصيات التي تركت بصماتها في تاريخ مصر، بينما يركز الجزء الثاني من السلسلة على حياة مجموعة من الأدباء والفنانين البارزين. وتستمر رحلة الدكتورة لميس جابر في الجزء الأخير من السلسلة في استكشاف أعماق التاريخ والثقافة المصرية. مش حد يقدر يجرب الشخصية المصرية أبدا. أنت في بلد أطول عمر البلد في العالم، البلد اللي أنت قاعد فيها دي عمرها 7000 سنة. مفيش بلد في الدنيا تبلغ من العمر ما تبلغه مصر. دي محدش يعرف يجرفها حبيبي خالص. جرف ايه ولا ايه ولا ايه؟ يعني معجب بلميس مش من دلوقتي، من ايام ما كنا في الجامعة وهي كانت بتكتب عمود كده في اسمه مجلة الحائط، وانا كنت بشجعها من يوميها وحاسس بقيمتها من يوميها. الحقيقة هي دعمتني طول حياتي بعد كده الحقيقة، لكن أنا كنت معجب بها ككاتبة من الأول خالص، يعني شجعتها ده. وكان ممكن نختلف في الرأي على فكرة، لكن أحب أنها تقول رأيها بصراحة، لأني واثق كم الصدق والإحساس الغير طبيعي. أهمية الكتاب النهاردة اللي هو في 3 أجزاء أنه بيعيد الاعتبار للكتاب المطبوع مرة أخرى، بمعنى أنه هي كان ممكن تكتفي بأن هي قالت ده في الإذاعة ووصل لعدد كبير جدا من الناس، وقالته في التلفزيون ووصل لعدد كبير، أكيد هيبقى أكتر من اللي هيوصل ليهم عبر الكتاب المطبوع. لكن أنها تعمله في كتاب مطبوع فده اعتراف بأن الكتاب المطبوع يعني لا يزال ليه بريقه. وهي طبيعتها كده حكاية يعني، فهي حولت الحاجة ديت المصرية لحدوتة في 3 أجزاء، فكأنك قاعد معاه وشايف مصر وشايف حوادث مصر ودي وتاريخ مصر. الآن موعدنا مع وقفتنا الاقتصادية لنشرة السادسة، تأتيكم اليوم مع الزميل محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا ميرنا. شكرا سارة. إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلفة فئات المجتمع. جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق الاستثمار في الذهب. وأشار مدبولي إلى أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتجه الدولة المصرية في مختلف المجالات وقطاعات. ويأتي إطلاق هذه الصناديق في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى. على هامش فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل، أشارت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التحول الرقمي التي تم تنفيذها مع فريق عمل أوروبا التي تتمثل في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بمنحة بقيمة 17.5 مليار يورو من الحكومة الألمانية. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي مارغريت فيستجر، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة التنموية.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33% مقارنة بعام 2020. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمنظمة بريكس ديليما روسيف لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات النسخة 17 من المنتدى المالي الآسيوي بهونغ كونغ. وأوضحت وزيرة التخطيط أن صادرات مصر إلى دول بريكس ارتفعت بنسبة 75% مقارنة بعام 2020، مشيرة إلى أن مصر تمتلك 11,960 سهماً مشتركاً برأس مال مشترك بقيمة 1.196 مليون دولار، تمثل 2.27% من رأس المال المشترك لبنك التنمية الجديد. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.14% لتصل إلى 80.95 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.21% لتصل إلى 76 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.9% لتصل إلى 2.07 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 27% لتصل إلى 2.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستينا لاغارد من أن التوتر في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يؤدي إلى رفع معدلات التضخم مجدداً. وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم تشمل ارتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية خصوصا في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن في الأمد القريب وتعرقل التجارة العالمية. نهاية أخبار الاقتصاد، أعود من جديد لاستكمال نشرة أخبار السادسة من التلفزيون المصري مع سارة ومرنة. شكرا لك محمد عبد الله. مشاهدينا، عودة مرة أخرى إلى فعاليات معرض القاهرة الدولية للكتاب، وينضم إلينا من المعرض مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك من حيث الإقبال. باسم، كيف هو الإقبال لديك؟ باسم، هل تسمعني؟ بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، ولا تبقى سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يهنئ هيئة الشرطة بمناسبة عيدها 72 ويؤكد على دورها المحوري في الحفاظ على أمن البلاد. قوات الاحتلال تستهدف مجمع ناصر الطبي ومدرسة تؤوي نازحين في خان يونس، وبلينكن يجدد دعوته لإسرائيل لحماية المدنيين. العدل الدولي تصدر قراراً الجمعة بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة على إسرائيل على خلفية اتهام بالإبادة الجماعية. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة السادسة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.